السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد في تحديث جديد لأداة روم اب دبليو 2 اللي بتساعدنا في تخطي اي كلاود أجهزة، زائد انها بتدعم الميديا تيك سامسونج معظم الأجهزة. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. خلينا نبلش. اول شيء راح اترك لك في الوصف رابط لتحميل الأجهزة. تحمل الأداة، بعدها مباشرة الملف اللي بيطلع بتعمل له اكستراكت لغاية ما يفك، راح يطلع عندك ملف بالشكل هاي. طريقة تحميل الأداة وفك الضغط للأداة. ننتظر لغاية ما يكمل. انت خلال هاي الفترة بتقدر تكبس لايك مجانا يا جماعة. بعدها تفتح الملف بعد ما يخلص، يطلع عندك بالشكل. عندك هون ملف درايفر بتقدر تنزل فيه التعريفات. هون عندك الفتح، راح نضغط ونفتح ماتياس، نفتح الأداة. ننتظر لتفتح الأداة. تطلع لنا بالشكل هذا. بتحط تعمل تسجيل دخول. إذا ما بتعرف تعمل تسجيل دخول راح أترك لك رابط فيديو لطريقة عمل تسجيل دخول. طبعا الأداة مجانية 100%. من صاحب الأداة غير مدفوعة، هي مجانية. تعمل حساب، سواء عملت من هون ريجستر، خلينا نعملها بالمرة. تعمل ريجستر وبتكتب هون الاسم اللي بدك اياه، مثلا احمد ثلاثة اثنينات. اخلي الباسورد هي تحت مباشرة وبعمل هون ريجستر. هيك انا سجلت حساب بالأداة. هيك انا خلصت سجلت حساب بالأداة. ناس كثير هاي شايفين configuration your account has been created. تضغط اوكي، تكبس هون على back to login، بتروح بتحط الاسم اللي انت عملته والرقم السري، بعدين بتكبس login. انت حساب جديد وفتحت الأداة. هاي الخطوة اللي الكل برجع لي فيها وعملت عليها فيديو مخصص لوقت. زي ما انتم شايفين فتحت الأداة. اول شيء هو كاتب لنا صاحب الأداة this tool full free so no one sell. هذه الأداة مجانية ما حدا يبيع من صاحب الأداة. What I did the new Google Pixel. وعندك كمان هنا export mode، يعني فيها شوية تحديثات، مش يعني ability active boot recovery، يعني بس تحويلات لانبوت للبوت لودر للريكفري، يعني تحويلات بين الأجهزة. وبرضو كمان في هون تحديث اوتو درايفر انستول اوف لاين. كمان فيها طريقة هون اللي هي تنزيل تعريفات الام تي كي، وفي تحديثات اكثر للبوت لاب. خلينا نمشي هون شوي شوي على الاداء. هون لك ولكم، كانت لك ولكم. عندنا هون الميديا تك، عندنا هون السامسونج. فهون في واحد سألني انه كيف يعمل اللوكر. تروح على اللوكر هون، تضغط على الصح هون، بيطلع لك هون في البراند هاي الأجهزة الأنواع اللي دعميتها. فأنت بتختار الجهاز، بعدها بتختار أي جهاز أنت بدك إياه عشان تقدر تعمل له الطريقة FRB remove أو بن. وعندك هون الميديا تك برضو نفس الشيء، انا شرحت اكثر مرة فما راح اشرحها، بس بدي اشوف اذا في خيارات نزلت جديدة. هون السامسونج زي ما هو، الاكسانوم زي ما هو، اندرويد زي ما هو، يعني كل التحديثات تقريبا، يعني التحديثات بتكون داخلية في الاداء، داخلية بالاداء. هون الروم اف دبليو برضو نفس الشيء، هاي فهمنا لتخطي الاي كلاود هي الخانة هاي شغالة تمام. أنا شابك جهاز آيفون 11، ما أظن إنها بتدعمه. يعني هاي تنزيلها وهي الرابط تبعها يا جماعة، والكل بيعرف شرحتها أنا أكثر من مرة بشروح. هاي التحديثات بس اللي صارت على الأداة. رابط التحميل راح يكون بالوصف. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم. هذا الفيديو عملته سريع بس عشان التحديث. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.